أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نرحب بكم في المحاضرة الرابعة من المساق، والتي سنتحدث فيها تحت عنوان The Research Proposal and Main Contents. سنتعرف في هذه المحاضرة إلى مكونات مقترح الدراسة. What is the research proposal؟ لو سئلنا ما هو مقترح الدراسة؟ التعريف الأول is a document which sets out your ideas in an easily accessible way. بمعنى مقترح الدراسة هو مستند نصي ينظم أو يسرد أو يوضح أفكار ومراحل العملية البحثية بشكل سهل وواضح. وكلمة مستند نصي يعني document بمعنى شيء مكتوب، بمعنى شيء مكتوب. أيضا the proposal draws on all the preparatory steps of the research process and pulls them together in a document describing the rationale and the methodology proposed for research. بمعنى إنه البروبوزل يرسم خطوات أو مراحل العملية البحثية ويجمعها معا في مستند نصي، أيضا يعني شيء مكتوب في مستند نصي يتضح فيه الأساس المنطقي للدراسة بتاعتي والمنهجية المقترحة، منهجية التنفيذ المقترحة لهذه الدراسة. تعرفين هذول بشكل مبسط بعرفوني إلى للريسيرش بروبوزل أو مقترح الدراسة. عبارة مهمة The development of a health project، أي مشروع أو أي بحث صحي أهم مرحلة أو المرحلة الأولية لإله والتي تعتبر الأهم، لأنه الأساس ما لم نبدأ بها لم نصل إلى آخره، هي إعداد الريسيرش بروبوزل، إعداد مقترح الدراسة. وإحنا طبعا في المساق هكون تركيزنا كبير في كيفية إعداد مقترح الدراسة. The proposal is a basis for approval and funding. إذا البروبوزل معد بشكل صح أصبح أنت أخذت الأبروف من المؤسسة الأكاديمية أو من الجهات الداعمة لإلك لهذا المقترح البحثي، بمعنى أنه بحثك خلاص هتاخده الأبروف عليه، بالتالي تقدر تنفذه. إذا أنت متقدم لدعم مالي هتاخد الدعم المالي، إذا أنت متقدم لموافقة هيئة أكاديمية في جامعة عشان تجري بحث تخرج أو بحث دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه، فأريد إذا البروبوزل تبعك معد بطريقة جيدة وفي طريقة ممتازة وفي طريقة واضحة حسب الشروط اللي احنا هنتكلم عنها، بالتالي انت بتاخد الموافقة، بتاخد الابروف، ونقول لك ألف مبارك. بعد ما ناخد الابروفال the proposal is used as a blueprint. ايش blueprint؟ يعني مخطط ارشادي، خارطة الطريق بتدلني على ايش؟ خطوات العمل. انا بصير امشي انفذ كل مرحلة او كل خطوة من الخطوات اللي انا كتبتها في البروبوزل اصلا، فبالتالي بصل ل تنفيذ بحثي أو للإجابة عن التساؤلات البحثية اللي أنا وضعتها كأهداف للبحث تبعي من خلال هذا المقترح البحثي أو هذا البروبوزل. Research proposal. Before trying to develop the research proposal, multi questions should be clearly answered. These questions are. قبل ما أنت تبلش في عمل البروبوزل تبعك بدك تسأل نفسك، أنت كباحث طبعا بدك تسأل نفسك مجموعة أسئلة. The first one, is there evidence to indicate that the research proposal focuses on a problem of a priority importance؟ يعني هل أنت متأكد إنه أو عندك أنت متأكد وعلى ثقة إنه مقترح دراستك هذا بركز على موضوع مهم أو بتبنى موضوع مهم أو حيجري موضوع مهم؟ إذا أنت متأكد هقول لك هاي أول خطوة بحط لك عليها ايش صح، توكل على الله امشي في البروبوزل، في البروبوزل تبعك امشي في الاعداد. الخطوه الثانيه واز، او السؤال الثاني واز ذا جيفن هيلث بروبلم ايدنتيفايد باي ريليفانت جروبس اوف ذا هيلث سيستم. برضه هل المشكله البحثيه هذه اللي هي طبعا محط اهتمامك وانت بدك تجريها، هل ايضا حيتفق معاك ذوي الاختصاص او الناس اللي بدهم يدوك الابروفال او الناس الداعمين هيتفقوا معك انه برضو مهمة؟ ممكن اشوف ان البحث مهم
او مشكله البحث مهم فانا لازم اعمل بروبوزل فيها، الجهات الداعمه، الهيئات الاكاديميه، الجامعات، ذوي الاختصاص، حقول لك لا مش مهم. فبدي اشوف انا انه مهم، وهم برضه بده يتفقوا معايا انه هذا موضوع مهم. السؤال الثالث بدك تسال نفسك اياه، بدك تساله لنفسك، واز ذا ريسيرش بروبلم ادكويت لانلايز تو انكلود اول بوسيبل كونتريبيوتوري فاكتورز from the different sectors. هل مشكله البحث هذه اللي هي مشكله البحث تبعتك اللي انت بدك تعمل بروبوزل عنها تم حصرها بشكل كافي بحيث تشمل كافه العوامل ذات العلاقه؟ يعني من الاخر انت فاهم الموضوع كويس، فاهم ايش بدك تسوي، فاهم الموضوع بدك تشتغله. واخر سؤال بدك تساله نفسك، was the research problem clearly stated؟ انت لما كتبت او بدك تكتب بروبوزل بتقدر تعبر عنه وتبرز مشكلتك البحثيه وتبرز حجتك وتبرز ادلتك وبراهينك انه موضوعك هذا مهم بشكل كافي، بشكل وافي، بشكل تام، بشكل جامع، بشكل لام، ولا مش هتقدر تعبر عن مشكلتك البحثيه واهميتها؟ احيانا بتكون مشكله بحثيه مهمه قويه لابد من انه ايش تجرى دراسه لها، لكن انت بتكون محامي فاشل كباحث طبعا عن قضيه مهمه، انت مش قادر تبرز مشكلتك البحثيه، بالتالي بصير عندك فيل خلاص. يعطيك العافيه، بتاخدش الابروفال لاجراء البحث تبعك. اعتقد الطلبه اللي متابعين معي في المحاضرات السابقه الشروط الاربعه هذه بتذكركم في حاجه، فاكرين الاسئله للكرياتيريا فور سيلكشن ريسيرش توبيك اللي تكلمنا عنها وتحدثنا عنها في المحاضره السابقه، اللي تحدثنا انه انا بدي اختار اي موضوع بحثي لازم اعرضه على مقياس، على مقياس من سبع اللي هو شروط، نتذكرها مع بعض. relevance لازم يكون ايش مهم، significance، avoidance of duplication، practicability او feasibility، critical acceptability، application of possible results and recommendation، urgency of data needed، ethical acceptability. نستذكرهم، استعرضناهم في المحاضرة السابقة. ايضا كثير مجموعة من الأسئلة هذه تتفق أيضا مع الموضوع من الأصل، يعني أنا إذا اخترت الموضوع بناء على الشروط الأربعة، الشروط السبعة التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة وسألت نفسي الأسئلة الأربعة هذه، فأنا أريدها حكون إن شاء الله رب العالمين بعد بروبوزل كتير حيكون قوي، كتير مقنع، وبالتأكيد إن شاء الله حياخد قبول الجهات ذوي الاختصاص اللي بعطوني الأوكي أو الأبروفال عشان أقوم بإجراء الدراسة بتاعتي. تمام. طيب what's make a good proposal؟ البروبوزل تبعك وقتش بكون كويس؟ بكون يعني بروبوزل حيتم قبوله بسرعة وحيتم قبوله واخذ الابروفال اللي قاله انت تجري الدراسة. اول شرط the research is unique or offers a new insight or development. لازم يكون موضوع البحث تبعك فريد ويعطي رؤية جديدة، وجهة نظر جديدة، أو تطور معرفي في مجال التخصص تبعك أو في مجال الموضوع. 2. The title, aims and objectives are clear. الأهداف تبعتك لازم يكون عندك صياغة واضحة لإلها، والعنوان أيضا، وحنتعرف عندنا في هذه المحاضرة أيضا كيفية صياغة العنوان. 3. Comprehensive and thorough background research and literature review has been undertaken. اللي يكون لديك أنت كباحث فهم عميق وشامل للدراسات السابقة التي أجريت حول الموضوع أو ذات العلاقة بالموضوع. أنت كل ما قرأت دراسات سابقة أكثر، كل ما فهمت الموضوع أكثر، كل ما قدرت تكتب وتعبر في البروبوزل بشكل أفضل، بالتالي تقنع ذوي الاختصاص بدهم يعطوك الأبروف بشكل أحسن. تمام يا حبايبي؟ النقطة الثالثة اللي بتخلي البروبوزل تبعي ممتاز وجود، there is a good match between issues to be addressed and the approach being adopted. إن يكون عندك تطابق بين الأهداف المعلنة للبحث ومنهاج الوصول لها. يعني أنا حطيت أهداف معينة للبحث، لازم خطوات العمل التولز of study، خطوات العمل وأدوات إجراء الدراسة لازم تتطابق مع اللي هو اللي أنت حاطه كأهداف. خطوات العمل لازم تتطابق كأهداف، ما ينفعش أنا أحط أهداف معينة وخطوات التطبيق العمل التي توصلني للأهداف بمسار ثاني أو بمنحة ثاني. بالتأكيد الناس اللي حتقيم البروبوزل حتكشف الشغلة هذه بشكل سهل. The researcher
demonstrates relevant background knowledge and or experience. انت كباحث مقدم هذا البروبوزل لازم تبرز بهذا البروبوزل انه انت عندك خلفيه معرفيه وخبرات سابقه ذات علاقه بالموضوع عشان اللي قدام يقتنع انه انا مش واحد جاي طبب جديد لسه بدي اجري الدراسه هذا، لا انا عندي خبره ومعرفه كافيه شافيه ذات علاقه بهذا الموضوع. ايضا النقطه الاخيره time tables resources and budget have all been worked out clearly، ولازم يتم عرض الجدول الزمني وميزانيه البحث والمواد اللازمه بشكل واضح ودقيق يشمل كل الاحتمالات. تمام، بنفعش انا احط جدول زمني وتكون دراستي بتاخذ وقت اطول، بنفعش انا احط ميزانيه ويجي اللي بده يقيم البحث يطلع ويقول الميزانيه هذه بتكفيش او الميزانيه هذه زياده، الميزانيه هذه زياده. تمام، reasons why research proposal is fail. ليش احيانا مقترح الدراسه بيرتفل؟ reasons why research proposal is fail. ليش احيانا مقترح الدراسه بيفشل وبتم رفضه؟ اول حاجه aims and objectives are unclear or vague. تلاقي عدم وضوح في صياغة الأهداف أو الأهداف نفسك أنت مقدمها مستعدة بشكل عدم واضح، فبيجي اللي بده يقيم البحث اللي بده يعطيك الأبروفال تو كونداكت إت بقول لك أنا بصراحة مش أهدافك مش واضحة، يعني أنا مش عارف إيش بدك أنت، يعني وين البطل بالضبط في الموضوع، فبالتالي بتم رفض البروبوزا. There is النقطة الثانية there is a mismatch between the approach being adopted and the issues to be addressed. هناك عدم اتفاق أو عدم تطابق ما بين الأهداف المعلنة ومنهج الوصول لها، وهذا نقطة مهمة. يعني كان هدفي أنا مثلا في دراسة قياس اللي هو مثلا أو معرفة البريفالنس أو معدل شيوع الأنيميا عند السيدات الحوامل، اطلعت على الميثودولوجي عندك أنا كمقيم، اطلعت على الميثودولوجي تبعتك اللي أنت مقدمها في البروبوزال، لقيت لم أجد أنه أنت متكلم عن هيموغلوبين أو فحص سي بي سي أو فحص قياس هيموغلوبين، فهعرف انه انت الهدف هذا حاطه لكن في التطبيق العملي مش حاطه، مش حاطط انه انت بدك تقوم في قياس الفحص الفلاني فحص الهيموجلوبين او فحص السي بي سي عشان تقدر لي مين اللي هو نسبه الانيميا عند السيدات الحوامل، فهعرف انه انت مش عارف تربط ما بين اللي هو الاهداف تبعتك وما بين اللي هو الميثودولوجي بتاعتك او طرق الوصول لها. The overall plan is too ambitious and difficult to be achieved in the time scale. انت حطيت له خطه بحث طويله او طموحه جدا، لا يمكن تطبيقها ضمن الجدول الزمني اللي انت حاطه المعلن او حتى ضمن الميزانيه اللي انت حاططها. مثلا انا بدي اعمل يعني دراسه، انت قدمت دراسه بروبوزا بدك تعمل فحوصات بسؤال لجميع سكان قطاع غزه، حطيت لي 6 شهور اللي هو تايم تيبل او تايم سكيل، حقول لك والله هذا الشيء صعب طب. تمام يا احباب. 4 problem is of insufficient importance. مشكلة البحث مش كتير مهمة. يعني لو قدمت لي بروبوزال مثلا انا جهة داعمة شركة بدك تاخذ مني فاونديشن دعم مالي، قدمت لي عنوان مدى رضا العاملين في المستشفيات او في المؤسسات الحكومية عن اداء الادارة العليا، وغيرك قدم لي بروبوزال نسبة الإصابة بالسرطان بين العاملين في أقسام الأشعة في المستشفيات الحكومية، فكركم مين أهم موضوع؟ مين أهم؟ أشوف نسبة السرطانات بين العاملين في المستشفيات الحكومية ولا أشوف مضرب العاملين عن مدرائهم؟ طبيعي لو أنا كنت في لجنة التقييم لقبول البروبوزل هختار موضوع اللي هو معدل حصول السرطانات أو الإنسيدنس للسرطانات لدى العاملين لأنه موضوع أهم. تمام يا أحباب؟ 5 information about the data collection is insufficiently detailed. المعلومات حول البيانات المجموعة غير كافية أو غير تفصيلية. أنت كل شيء اللي بده يقرأ البروبوزال بده يكون عايش معك في البحث بحيث يكون فاهم إنه هذا خريطة الطريق للوصول للإجابة عن تساؤلات البحث، فكل خطوة من الخطوات اللي بدك تحطها في البروبوزال وكل البيانات اللي بدك تحطها بدها تكون مسؤول عنها بدها تكون واضحة
وبشكل تفصيلي. ليش بشكل تفصيلي؟ عشان برضو يكون فاهم اللي بقيم البحث انه انت فاهم. تمام يا احباب؟ تمام. ستة واخيرا resources and budget have not been carefully thought out. عدم وضوح ميزانية البحث والمواد اللازمة او حتى صياغتها الطريقة لا تلبي اهداف البحث. فانت تحط لي ميزانية البحث تبعك بكلف 2000 دولار وحطيت لي ميزانية ب 500 دولار حيقول معناها اما انت مش فاهم لما انت حطيت ايش اي كلام. بحث بكلف 2000 دولار حطيت لي ميزانية ب 10000 دولار الناس بدها تدعم حيقول هذا جاي يضحك علينا او جاي بس بده ياخذ المنحة. فبرضه الناس اللي بتقيم سواء كانت هيئة أكاديمية او اي جهة اخرى برضه ناس فاهمة مش ناس حي الله. تمام يا احباب؟ الامور هذه لازم ناخذها في عين الاعتبار وامور هامة عندما نريد تحضير البروبوزال. طبعا كثير من الامور هذه سبحان الله العظيم الانسان مع الخبره بيكتسبها. يعني احنا كباحثين اكتسبناها مع الخبره. تمام يا احباب؟ تمام. النقطه الثانيه في المحاضره هذه كونتنتس اوف ريسيرش بروبوزال. الديزاين العام او الجنرال للبروبوزال او مقترح الدراسه اللي موجود في العالم كله وبشكل عام لا يخرج عن النقاط التاليه. اول صفحه بتكون في البروبوزال بنسميها تايتل بيبر، وقدنا حنتعرف عليها ونشوف ايش محتوياتها، صفحه العنوان. الصفحه اللي بعديها بتكون ليست اوف كونتنتس، فهرس المحتويات. الصفحه اللي بعديها ببلش عمليه مين اللي هو الكتابه والكلام، كتابه البروبوزال. الجزء الاول من البروبوزال بيكون انتروداكشن اند باك جراوند، بيحتوي التايتل الاول طبعا انتروداكشن اند باك جراوند، في تحتيه عده سب تايتل. البروبلم ستيتمنت، هنتعرف ان شاء الله ايش هي البروبلم ستيتمنت في المحاضرات القادمه اللي هي صياغه المشكله البحثيه وكيفيه صياغتها وايش المعلومات اللازم او الواجب توفرها في المشكله البحثيه اللي تخلي البروبوزال تبعك قوي ويشد انتباه جهات الاختصاص اللي حتقيمه. ايضا سب تايتل الاوبجكتيفز بانواعها الاهداف، بانواعها الاهداف الجنرال، الاهداف العامه والاهداف الخاصه. ايضا هناك سب تايتل ثالث جاستيفيكيشن اللي هو مبررات الدراسة تبعتك، وأحيانا ممكن بعض الناس ما يحطهاش في الدراسة يعني نان مانداتوري مش مشكلة لكن إحنا حنحطها إن شاء الله. سب تايتل الرابع significance، أهمية الدراسة، حنعرف إيش significance وإيش شروطها وإيش المعلومات اللي واجب توفرها في significance أيضا في المحاضرات المقبلة. سب تايتل خامس اللي هو الهايبوثيسيس، فرضية الدراسة تبعتك، كيف تصيغ الفرضية. أيضا شيء نان مانداتوري، ممكن بعض الناس أيضا ما يسووش فرضية للدراسة أو في بعض الدراسات بنفعش انا مش قادر اعمل لها فرضيات بحكم عدم وجود باك جراوند ستاديز ريليتد، ما عنديش انا معلومات حواليها. حنتكلم ان شاء الله عن الموضوع هذا في جزئيه الهايبوثيسيس. ايضا عندي تايتل ثاني للليتشر ريفيو، حنتحدث ان شاء الله ايش الدراسات السابقه وكيف ننزل الدراسات السابقه وكيف نعملها تلخيص على الدراسات السابقه وكيف ناخذ اهم المعلومات منها ان شاء الله في المحاضرات سابقا. في ايضا تايتل ثالث مهم في البروبوزال اللي هو البروبوزال ميثودولوجي اللي بيحتوي الماتيريالز اند ميثودز، طرق الادوات. السب تايتلز اللي تحتي لي ستدي ديزاينز، تصميم الدراسه، لازم اوضح ايش تصميم الدراسه. الستدي تارجت بوبيوليشن، مين الفئه المستهدفه تبعت. الستدي بيريود اللي هو فتره حصول الدراسه او المده الزمنيه تاعت الدراسه او الديوريشن تاعت الدراسه. سامبلينج سايتس اند سامبل سايز، وين اماكن جمع العينات وحجم العينه تبعتي عينه الدراسه. انكلوجن اند اكسكلوجن كريتيريا، بدي اعرف السليكشن كريتيريا، الشروط الناس اللي حتكون داخله معايا في الدراسه اللي هو السامبلز تبعتي والشروط السامبلز اللي بدي استثنيها. ايضا بدي اتحدث عن التولز اوف داتا كولكشن، كيف جمعت البيانات تبعت الدراسه سواء كويستشنير او مقاييس جسمانيه مثلا او سامبلينج بلاد سامبلينج او اي شيء هنتحدث عنهم بشكل تفصيلي. الستاتستيكال اناليسيز، طرق التحليل الاحصائي، فيش دراسه الا تختم تحليل احصائي، مهم جدا عشان البيانات اللي طلعت عندي تمام بدخلها على برنامج الاس بي اس اس او اي برنامج برامج تحليل احصائي عشان يبرز لي اياها على شكل جداول ملخصه تظهر من خلالها اجابات التساؤلات تبعتي. ethical consideration الاعتبارات الاخلاقيه ايضا حنتحدث عنها. limitation of study المعيقات برضه لازم تكون موجوده في البروبوزال، معيقات الدراسه. ايضا في عنوان study plan خطه الدراسه اللي هو عباره عن جدول جاهز، هذا عاده
حورجيكم اياه مع التغييرات اللي بتصير عليه. الاستيميتد بادجت اللي هو الميزانيه اللي انت تقديريه للدراسه تبعتك، والريفرنسز اللي هو المراجع، والملحقات اخر شيء اللي هي الانكسز والابندكسز، زي مثلا الاوفيشال ابروفال ليترز اللي هو الموافقات الرسميه، مثلا موافقه من وزاره الصحه نحط صورتها برضه في اخر البروبوزال، والكويشنير لو في عندي استبانه في الدراسه برضه لازم احطه. كل مكون من مكونات البروبوزال هذه حنمر عليه خلال المساق تبعنا، حنمر عليه لوحده ونتحدث عنه لوحده لغايه اخر مكون اللي هو الانكسز الملحقات. لما نمر عليها مرور كامل بالاخر حيصير عندنا البروبوزال ان شاء الله رب العالمين. حنزل لكم على الموديل مع المحاضره هذه نماذج بروبوزالات تعليميه احنا او انا عددها بشكل للطلبه التعليميه، موجود فيها كل المكونات هذه، بروبوزالات في اكثر من موضوع عشان تسترشدوا فيه اثناء الكتابه وتسترشدوا في اللي هو التنسيق تبعها كمان، وايضا تعتبر كتمبلت كقالب ارشاد لكم خلال الكتابه. تمام يا احباب، الامر بسيط جدا، مع الممارسه حتصير ان شاء الله بقى محترفين ومتقنين للامر هذا، ومشروع ليس مشروع انما مشاريع باحثين مستقبليين ان شاء الله يرتقي بكم الاسلام والوطن والدين باذن الله عز وجل. طيب نرجع نتذكر مع بعض اول حاجه في مكونات البروزة صفحه العنوان. الان حنتحدث عنها، صفحه العنوان. صفحه العنوان هي الصفحه الاولى في البروزة اللي بتكون الغلاف. ايش بكون عندي؟ شعار الجامعه، ايش مكتوب اللي هو الجامعه بتسمي نفسها، عندنا مثلا السلطه الوطنيه الفلسطينيه، وزاره التربيه والتعليم العالي، الكليه الجامعيه للعلوم والتكنولوجيا، قسم العلوم الطبيه، ريسيرش بروبوزال وعنوان البروبوزا، كومباراتيف ستادي، كومباراتيف ستادي اوف ليبيدو بروفايل امانج دايبيتس ان ايربان اند رورال ريجنز ان غازا ستريب، بريبيرد باي، مين اللي حضروه؟ الباحثين فلان وفلان وفلانه، سوبرفايزر اسم المشرف والسنه اللي هو تقديم البروبوزا. هي مثال على صفحه عنوان. حنرسل لكم ايضا قالب لصفحه عنوان، ما عليكم الا تعدلوا فقط البيانات عليه. هاي صفحه العنوان، اي صفحه عنوان في اي بروبوزال حتقدمه عندنا للجنه مناقشه الابحاث او اعتماد ابحاث او المشاريع البحثيه للطلبه لازم تكون هيك شكل صفحه العنوان، بعتقد الامر واضح وما فيش فيه اي صعوبه. طيب العنوان هذا كيف صياغته؟ هل انا اي كلام بحط في العنوان؟ لا يا سيدي، العنوان له شروط، هلقيت حتكلم عنها. شروط صياغه العنوان. Formulation of title for research proposal. كيف بدي اصيغ عنوان لمقترح دراسه؟ وهو نفسه حيكون عنوان الدراسه يا حبايبي، مش بعد ما يتم اعتماد البروبوزل بنروح بنشتغل بنطبق اللي هو البروبوزل، بنعمل الدراسه، عم نجري الدراسه، بالتالي بنخلص الدراسه بنعمل تحليل احصاء، بنقدم البيانات، بنكتب الريزلت، نكتب الدسكشن، نكتب الريكومنديشن، ونكتب الكونكلوجن، فبصير عند الدراسه كامله، فالعنوان نفسه بضل عنوان الدراسه. تمام يا حبايبي؟ ايش بقول لك؟ The title must be complete, relevant and informative. لازم العنوان تبعك يكون ذو علاقه في الموضوع ومخبر. في مثل بقوله اقرا المكتوب من عنوانه. اليوم العنوان بدك تحطه للدراسه تبعتك، تمام؟ مع فارق التشبيه لازم يكون معبر بشكل كبير عن مضمون الدراسة تبعتك. اقرأ المكتوب من عنوانه، يعني اقرأ الدراسة كلها من عنوانها. العنوان لازم يعطيك تصور عن الدراسة تبعتك. طب كيف العنوان بيعطينا تصور عن الدراسة؟ أنا بقول لك كيف. لازم تتواجد في العنوان الشروط الخمسة التالية. تمام يا أحبابي؟ إذا العنوان تبعت ووجدت فيه الشروط الخمسة التالية، يعني أنا في صياغة العنوان بأحرص أن يكون فيه الشروط الخمسة التالية، معناته العنوان تبعي حيكون مخبر انفورماتيف. اقرأ المكتوب من عنوانه، حيكون مجرد ما أطلع العنوان حتفهم الدراسة تبعتي بشكل شمولي وبشكل كامل. وإن شاء الله في المحاضرات السابقة هنعرف أن الدراسات تبعتنا بتكون عادة علاقة ما بين متغير independent ومتغير dependent، متغير تابع ومتغير مستقل ومتغير تابع. تمام؟ أول شرط أو أول شيء لازم يكون موجود في العنوان contains the name of the disease of the problem or the condition under investigation.
لازم يكون واضح اسم المرض اللي أنا بتناوله واسم العوامل ذات العلاقة في المرض. يعني إحنا بنسميها في لغة البحث العلمي Dependent Variables and Independent Variables. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة سنتعرف ما هي المتغيرات المستقلة وما هي المتغيرات التابعة وما هو الكنترول وما هي المتغيرات الأخرى. يعني هنعرف أنواع عدة متغيرات حتكون الأمر أوضح. ففي العنوان لازم يتضح لي ما هو المتغير التابع وهو المتغير المستقل، لهم هذول يمثلوا لب الدراسة أو الكور تاع الدراسة. اثنين، contains the target population of the study in addition to area where the study will be undertaken. لازم يوضح لي مين المجتمع المستهدف. target population، هل diabetic patients مرضى السكر أو hypertension patients أو coronary heart disease patients. لازم يوضح لي في العنوان مين الناس اللي أنا بستهدفهم. هل العاملين الصحيين؟ هل السيدات الحوامل؟ هل الأطفال المدارس؟ هل الأطفال اللي عندهم أنيميا؟ هل الأطفال اللي عندهم مثلا كساح؟ لازم في العنوان دي يتضح لي مين التارجت بابوليشن، وين مكان جمع العينة؟ غزة، فلسطين، خان يونس، مصر. لازم المكان تبع إجراء الدراسة. تمام يا أحباب؟ طيب، ثلاثة، الشرط الثالث لازم يكون في العنوان contains the design terms. تصميم الدراسة لازم يكون واضح من خلال العنوان، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ممكن في العنوان أكتب نوع الدراسة cross section أو longitudinal أو case control أو أي نوع من الديزاينز أو تصميم الدراسات اللي إحنا إن شاء الله هنتحدث عنه بشكل تفصيلي في المحاضرات القادمة. تمام يا أحباب؟ فلازم الديزاين terms يكون واضح في العنوان. أربعة، contains terms that telegraphic the purpose of the context of the research. تو أنا تحدثت إنه لازم العنوان يكون informative، مخبر. أيضا لازم تكون كلمات telegraphic. إيش telegraphic؟ يعني كلمات مختصرة. يعني إذا في مصطلح ممكن أعبر عنه، مصطلح يتحدث أو يتكون من ثلاث كلمات، ممكن أعبر عنه بكلمة واحدة بستخدم الكلمة الواحدة. مثلا كنا أقول patients with diabetes mellitus، يعني المرضى المصابين بمرض السكري. ثلاث كلمات ممكن أعبر عنها بكلمتين، مثلا diabetic patients. فهيك أنا اختصرت ثلاث كلمات أو أربع كلمات بكلمتين. ليش؟ لأنه العنوان محسوب علي بالأحرف، مش لازم يزيد عن 72 characters. يعني أكثر شيء 72 حرف العنوان. طبعا 72 75 70 مش قرآن القضية، لكن أكثر من هيك بصير عنوان كتير يكون طويل. تمام يا أحباب؟ هذه الشروط طبعا اللي اتفقت عليها كثير من كتب اللي هو البحث العلمي. طيب، قالت العرب قديما وفي المثال يتضح المقال. في عندي مثال لعنوان أمامكم. example: cross sectional study of drinking of green tea on diabetic female in Palestine. دراسة مقطعية لمعرفة تأثير شرب الشاي الأخضر على مستوى السكر أو على مرضى السكري. المين من الإناث؟ يعني السيدات مرضى السكري أو الإناث مريضات السكري في فلسطين. نشوف كيف العنوان هذا فعلا عنوان تنطبق على الشروط اللي احنا حطيناها الخمسة ولا لا تنطبق عليه. Independent variable and independent variable هيها موجودة في العنوان. Independent variable هو drinking of green tea، لأن شرب الشاي هو اللي حيأثر المتغير المستقل على. طب وين الديبندنت فيريبل؟ هو الدايبيتس على مستوى السكر في الدم. فهي هي أول شرط من شروط العنوان موجودة، اللي هي الديبندنت فيريبل والديبندنت فيريبلز. هي موجودين هذول المتغيرين في العنوان تبع، أصبح هي أول شرط موجود. طيب نشوف الشرط الثاني. Target population of the study in addition to the area where the study will be undertaken. Target population، مين المجتمع المستهدف تبعي؟ طبعا هم الفيميل أو بالأحرى الديابيتك فيميل. Target population واضح، هي أنا عندي إن أنا مستهدف مجتمع الفيميل اللي عندهم سكر الديابيتك فيميل. والمكان فلسطين واضح، غازا، ويست بانك، أيا يكن، هي واضح المكان، هي الشرط الثاني تحقق في العنوان. طيب ثلاثة، contains the design term. الديزاين تيرم مصطلح التصميم cross sectional، هاي واضح اللي في اللون الأسود. لاحظوا حضراتكم اللي هو المؤشر اللوني أنا حاطه طبعا لأجل التسهيل، هاي اللون الأسود موجود.
تنتين ديزاين تيرم فعلا، والله الديزاين تيرم هي موجود كروس سيكشنال ستادي، احيانا بكون مش موجود لكن يفهم، لكن ايش يفهم؟ يفهم من خلال العنوان انه الدراسه هذه تصميمها هيك. اربعه كونتين ذا تيرم ذات تيليجرافيك ذا فيروس اوف ذا ستادي كونتنت. لاحظوا حضراتكم دايبيتك في مين؟ دايبيتك انا حطيتها بدل patient with or or female with type 2 or with diabetes mellitus disease. diabetes mellitus disease حطيت محلها diabetic، ثلاث كلمات اختصرتهم في كلمه. تمام يا احباب، هذه الشغله المهمه، لان اختصرت ثلاث كلمات في كلمه فهيك صار الشيء تلغرافي. تلغرافيك معنى زي التلغراف، من زمان كانوا التلغراف يرسل عباره عن حروف صغيره من مكان لمكان، والحروف تحمل كلام كبير وكلام كتير. تمام يا احباب. طيب consist of 72 characters maximum، طبعا جربوا عدوا اللي هو الحروف تبعون العنوان هذا، مش حتلاقوهم اكثر من 72 لان انا عديتهم، طبعا ما زادوش عن 72 حرف. طيب رب سائل يسال، طب احيانا انا ممكن الاقي عنوان مش كل الشروط هذه موجوده فيه، يعني العنوان غلط؟ لا مش غلط، احنا بنقول لك يفضل يكون العنوان ضمن الخمس شروط هذه. لقينا عنوان فيه اربع شروط صح، بس العنوان اللي فيه خمس شروط اصح. لقينا عنوان فيه ثلاث شروط صح، بس العنوان اللي فيه اربع شروط اصح. تمام يا احباب، القضيه مش قران غير قابل للزياده او للتعديل او للنقصان. احنا بنديكم الشيء البروفيشنال، الشيء الافضل، الشيء الاحسن، الشيء اللي لازم احنا نصله. والله صغت العنوان فيه اربع شروط، فيه ثلاث شروط، يا سيدي ماشي الحال، بارك الله فيك. لكن انا بقول لك الاصح انه يكون ضمن الخمس شروط. احيانا بتطلع على بيبرز منشور او ارتكل منشوره بتلاقي فيها العنوان مش مصاغب بطريقه يعني ضمن الخمس شروط، ضمن ثلاث شروط. يا عمي ماشي، اجتهد الرجل بارك الله فيه. مش كل الناس تعمقهم في البحث العلمي زي بعض، او مش كل الباحثين تعمقهم في البحث العلمي متماثل. تمام يا احباب. فالان احنا عرفنا الكريتيريا فور ريسيرش توبيك، مهم جدا اللي هو صياغة العنوان ضمن اللي هو المعايير الخمسة هذه. إن شاء الله حكون في معك واجب حنزلكم إياه أنا، اللي هو هعطيكم عدة عناوين وخليكم تنتقدوها. انتقد لي العنوان هذا، العنوان هذا إيش الإشكالية اللي فيه؟ يعني بمعنى بدي تدور لي تقيس العنوان على الخمس معايير هذه، تقول لي إيش المعيار اللي مش موجود ضمن الخمس معايير. تمام يا أحباب؟ هذا الواجب إن شاء الله هنزلكم على الموديل اليوم. نرجع على الكونتست اوف ريسيرش بروبوزال، تكلمنا عن صفحه العنوان وعرفنا كيف نصيغ العنوان، الان حنتحدث عن ايش؟ فهرس المحتويات او فهرس المحتويات. هاي فهرس المحتويات، حتلاقي الصفحه اللي بعد العنوان تحتوي الفهرس هذا، فهرس المحتويات اللي البروبوزال. طبعا لما اعطيك البروبوزال التعليمي حتلاقوا التصميم جاهز او التنسيق جاهز، ما عليك الا ايش؟ تعبوا اللي هو البيانات الخاصه فيكم وتعدلوا بناء على البروبوزال تبعكم. هذا الفهرس بيحتوي كل محتويات مين البروبوزال، هذا بيجي ثاني صفحه بعد مين يا حبايبي؟ بعد صفحه العنوان. تمام؟ ان شاء الله بس يصلكم اللي هو البروبوزال، اطلعوا عليه وعلى المحتويات، مهم جدا. طيب بعد فهرس المحتويات ايش حيكون عندي؟ حيكون عندي الانترودكشن والباك جراوند، مقدمه حول الموضوع والخلفيه العلميه حول الموضوع. المقدمة والخلفية العلمية حول الموضوع مع السب تايتلز التي تندرج تحتها إن شاء الله رب العالمين سنتحدث عنه في المحاضرة القادمة.